بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في تفسير سورة الأحزاب من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وما زلنا في تفسير الآية 56 من آيات السورة الكريمة، وهي قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند قول الإمام ابن كثير رحمه الله، قال حديث آخر، وهو يعني يسرد الحديث الشريفة في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال حديث آخر: روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب رضي الله عنهم وأرضاه. فهذا من فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ومر بنا أن صلاة الله تعالى على عبده أن يرحمه وأن يثني عليه في الملأ الأعلى. قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شريك عن ليث عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي فإنها زكاة لكم. والزكاة تأتي بمعنى التطهير، يعني مثل تزكية النفس، تطهيرها وتنميتها وزيادة البركة والخير فيها، يعني التطهير والنماء، مثل زكاة المال هي تطهير للمال من الآفات ووقاية له من الآفات، وهي نماء له وزيادة له وبركة فيه. قال: صلوا علي فإنها زكاة لكم، وسلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في أعلى الجنة لا ينالها إلا رجل، وأرجو أن أكون أنا هو. فهنا يأمرنا عليه الصلاة والسلام بأمرين: الأمر الأول هو أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام، ويأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة، وأخبر أنها درجة في أعلى الجنة، يعني خصصت للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: تفرد به أحمد، وقد رواه البزار من طريق مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه، فقال: حدثنا محمد بن إسحاق البكالي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا داود بن علية عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإنها زكاة لكم، وسلوا الله لي الدرجة الوسيلة من الجنة. قال: فسألناه أو أخبرنا، فقال: هي درجة في أعلى الجنة، وهي لرجل، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. قال: في إسناده بعض من تكلم فيه. هنا من فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنها زكاة لمن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، تحصل بها تزكية نفسه. قال حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن مريح الخولاني قال: سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول:
من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه وملائكته بها 70 صلاة. هذا فيها يعني زيادة صلاة الملائكة وفيها زيادة عدد الصلوات أنها 70 صلاة. الذي له درجة الوسيلة هو النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أنا أرجو أن أكون أنا هو، وهي له يعني في عليه الصلاة والسلام. يعني لا، المكان الذي خصصه الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام في أعلى الجنة، يعني هو في درجة أعلى من درجة الأنبياء والسنة، ومعية النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كل النبي عليه الصلاة والسلام في درجة لا يكون فيها إلا هو. هذا لا ينافي معية المؤمنين للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن المعية لا تستلزم يعني السكنة في نفس الدرجة، ولكن يعني معناها الزيارة والرؤية والسلام. فالمؤمنون يعني يكونون مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يكونون في الجنة عموما، لا يلزم أن يكونوا يعني في نفس درجته، ولكن يكونون معه أي في الجنة معه، ويؤذن لهم في زيارته عليه الصلاة والسلام وتكرار الزيارة والتسليم عليه والجلوس معه عليه الصلاة والسلام. هذا معنى المعية. ثم بعد ذلك يرجع كل إلى درجته بتاعه. فقال من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه وملائكته بها 70 صلاة فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. قال وسمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع يعني الذي اقترب يعني أجله عليه الصلاة والسلام، فقال أنا محمد النبي الأمي، قاله 3 مرات، ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش، وتجوز بي عوفيت وعوفيت أمتي، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه عليه الصلاة والسلام. فهذه الوصية يعني فيها ذكر بعض خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي يعني خصه الله تعالى بها، وفيه وصايا يعني لأمتي. قال حديث آخر، قال أبو داود الطيالسي حدثنا أبو سلمة الخراساني قال حدثنا أبو إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فليصلي علي، ومن صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه 10 عليه الصلاة والسلام. قال ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث أبي داود الطيالسي عن أبي سلمة وهو المغيرة بن مسلم الخراساني عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن أنس رضي الله عنه به. قال حديث آخر عن أنس رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يونس بن عمرو يعني يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات. فهذه أيضا فائدة أخرى من فوائد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أن كل صلاة تصليها على النبي عليه الصلاة والسلام يحط الله عنك 10 خطيئات أن يغفرها لك.
قال حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الملك بن عمرو وأبو سعيد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن الحسين عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه أي الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصل علي عليه الصلاة والسلام. يعني هو البخيل هو يبخل على نفسه يعني بالأجر والثواب عن هذا الأجر والثواب الكبير الذي وعد به من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فيترك ذلك فيكون يعني بخل على نفسه أن يصلي الله عليه عشرا وتصلي عليه الملائكة وتغفر ذنوبه وتحط وترفع درجاته. وإذا كان الجاهل معلوم الجاهل إن شاء الله معفو عنه إن شاء الله. أحيانا يكون كسل يعني تكسل الشيطان لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الكسل. بعض الناس يتكاسل يعني يسمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام فيبخل على نفسه يعني بالثواب. فقال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. وقال أبو سعيد فلم يصلي علي عليه الصلاة والسلام. قال ورواه الترمذي من حديث سليمان بن بلال ثم قال هذا حديث حسن غريب صحيح. ومن الرواة من جعله من مسند الحسين بن علي، ومنهم من جعله من مسند علي نفسه. يعني الرواية هنا إيه؟ عبد الله بن علي بن الحسين عن أبيه عن أبيه. أحيانا يعني يحصل اختلاف في مرجع الضمير اللي هو أبيه، هل المقصود يعني أبو الأول ولا أبو الثاني؟ يعني أحيانا يفسر بالجد وأحيانا يفسر بالأب. مثلا عن أبيه عن جده جد الأول أو جد الثاني أو فهو يعني عن علي بن الحسين عن أبيه، يعني أبيه اللي هو أبو علي بن الحسين ولا أبو الحسين. فهكذا فبعضهم جعله من مسند الحسين بن علي رضي الله عنهما، وبعضهم جعله من مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحسين وإما أبوه علي رضي الله عنه. قال حديث آخر قال إسماعيل القاضي حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن معبد بن هلال العنزي قال حدثني رجل من أهل دمشق عن عوف بن مالك عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي. قال حديث آخر مرسل قال إسماعيل وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي علي صلى الله عليه وسلم. بحسب امرئ من البخل يعني يكفيه بخلا، يعني كفى به بخلا، هذه درجة يعني شديدة أو عالية من البخل أن يذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه. فإذا هذا من فوائد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنها يعني وقاية من البخل وفرار منه. بس إذا قرأنا التحيات وحاجة يعني طبعا الأشياء التعبدية يقتصر على الصيغة. لو جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الآية في القرآن وأنت تقرأها في الصلاة فتواصل يعني التلاوة، وكذلك يعني في أثناء الأدعية المأثورة وكذا، يعني في الشيء التوقيفي يعني نقتصر فيه على التوقيف، ولكن ما عدا ذلك السامع يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما عدا ذلك يعني أيضا في غير الصلاة والأشياء التوقيفية يعني التي فيها ألفاظ معينة تتوقف عندها ولا تزيد عليها. في دعاء القنوت يعني ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في آخر قنوته وصلى الله على محمد، يعني هكذا وردت صيغته يعني. يعني
قال حديث آخر: قال الترمذي حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ربعي بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. ثم قال: حسن غريب. ورغم الأنف يعني التصق، يعني هو نوع من الدعاء عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد سأل ربه سبحانه وتعالى أنه إذا دعا على أحد من أمته أنه يكون يعني كفارة له وكذا، يعني لا يناله منه ضرر، ولكن المقصود يعني هنا أنه يعني ذم شديد لمن فعل هذه الأشياء، لأنه يعني خاسر خسارة كبيرة أنه يعني يدخل عليه رمضان ويخرج ولم يغفر له، أو يدرك أبويه عند الكبر ولا يغفر له، يعني ولم يدخله الجنة، يعني فرط في بر والديه أو فرط في اغتنام شهر رمضان، وشبه به من فرط في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قلت: وقد رواه البخاري في الأدب عن محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بنحوه. قال: ورواياه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. قال الترمذي: وفي الباب عن جابر وأنس رضي الله عنهم. ورويناه هنا قال ورواياه. طيب، يقول قال قلت: وابن عباس وكعب بن عجرة، وابن عباس وكعب بن عجرة، يعني الإمام الترمذي قال وفي الباب عن جابر وأنس، فالإمام ابن كثير يقول وأيضا في هذا الباب، يعني ورد حديث بهذا المعنى أيضا عن ابن عباس، وحديث آخر بهذا المعنى عن كعب بن عجرة رضي الله عنهم جميعا. قال: وقد ذكرت طرق هذا الحديث في أول كتاب الصيام، وعند قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر. قال: وهذا الحديث والذي قبله. طبعا هنا بعد أن انتهى من ذكر فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ينتقل إلى حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عندك ولم تصلي عليه، ما حكم ذلك؟ قال: وهذا الحديث والذي قبله دليل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي. يقول هناك فريق من أهل العلم قال تجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر، بحيث إن الإنسان إذا ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه يأثم، فهذا قول الطحاوي والحليمي. قال: ويتقوى بالحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه، يعني استدلوا بحديث إيه؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، واستدلوا أيضا بحديث آخر، وطبعا أيضا حديث الذي فيه الأمر بالصلاة قد صلوا عليه، وإن كان حديث صلوا عليه يعني ليس مقيدا أنه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام، يعني ممكن الفريق الآخر من العلماء يقول صلوا عليه، هذا أمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا صلى الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي بعض المرات يعني في عندما يذكر عليه الصلاة والسلام، فيكون يعني قد أدى القدر الواجب ويبقى بعده المستحب.
لكن لهم دليل آخر على الوجوب، قال ويتقوى بالحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه قال حدثنا جبارة ابن المغلس قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. رواية عندي خطئ طريق الجنة، وخطئ طريق الجنة يعني لم يهتدي إليه، يعني لم يصب طريق الجنة ولم يهتدي إلى طريق الجنة، يعني ضل عن طريق الجنة ولم يهتدي إليه. قال جبارة ضعيف، يعني هذا الحديث الراوي الذي هو جبارة بن المغلس أحد رجال السنادية ضعيف. قال ولكن رواه إسماعيل القاضي من غير وجه عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. قال وهذا مرسل يتقوى بالذي قبله والله أعلم. يعني ابن كثير رحمه الله يعني قطع الطريق على من يقول هذا حديث ضعيف فلا يحتج به، فقال لا له رواية أخرى يتقوى بها يصبح حديثا مقبولا يصلح للاحتجاج به. طيب هذا المذهب الأول أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تجب كل ما ذكر. قال وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة في المجلس مرة واحدة ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس بل تستحب. نقله الترمذي عن بعضهم ويتأيد بالحديث الذي رواه الترمذي. هذا المذهب الثاني أنه في المجلس الواحد، يعني كل مجلس لابد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة على الأقل، ثم بعد ذلك يعني يبقى الأمر على الاستحباب والند كلما ذكر عليه الصلاة والسلام. الإمام الترمذي نقل هذا المذهب عن بعضهم، يعني عن بعض أهل العلم، قال يعني ذهب بعض أهل العلم إلى. قال ويتأيد بالحديث الذي رواه الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، إلا كان عليهم ترة، والترة الحسرة والندامة، الترة أي حسرة وندامة، ويعني فهذا إيه المقصود هنا، إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. إذن إذا جلس قوم مجلسا ولم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي عليه الصلاة والسلام يكون هذا المجلس عليهم حسرة وندامة، ويكونون تحت مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم سبحانه. هذا فيه يعني أمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل مجلس، يعني يجتمع فيه الناس وجلسوا. قال تفرد به الترمذي من هذا الوجه ورواه الإمام أحمد عن حجاج ويزيد بن هارون كلاهما عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، مرفوعا مثله يعني وذكر مثله. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، يعني بأسانيد متعددة. وقد رواه إسماعيل القاضي من حديث شعبة عن سليمان عن زكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة
وإن دخلوا الجنة يرون الثواب. كده عندكم؟ لما يرون الثواب. نعم؟ لما يرون الثواب. لما يرون لما يرون أو لعله لما يرون لما يرون مع السلامة. فإذا هكذا الرواية حسن عندي خطأ. طيب الحديث مرة أخرى: ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة. إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة. لماذا؟ قال: لما يرون من الثواب. يعني إذا دخلوا الجنة ورأوا ثواب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الذين يعني الذين صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعني رفعت درجاتهم وفازوا فوزا عظيما، وهم خسروا ذلك بسبب أنهم تكاسلوا عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، فيكون ذلك حسرة عليه. يقول: وإن دخلوا الجنة، يعني يكون حسرة عليهم حتى لو دخلوا الجنة، يكونوا متحسرين أنهم فاتهم ثواب كبير بسبب تفريطهم في ذلك. إذن هذا هو المذهب الثاني، وهو يعني وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل مجلس مرة على الأقل، ثم يعفى يعني ما بعد ذلك يكون على سبيل الندم. المذهب الثالث قال: وحكي عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في العمر مرة واحدة. يعني هذا فريق من أهل الأصول والفقهاء يقولون يعني الأمر يفيد الوحدة، هناك يعني مذهب أن الأمر يفيد التكرار، المذهب الآخر أن الأمر يفيد الوحدة. يعني إذا أمر المسلم بأمر ففعله مرة واحدة في العمر فقد يعني امتثل للقدر الواجب من الأمر، ثم التكرار بعد ذلك يكون يعني على سبيل الندم. يعني حجة هؤلاء تعرفون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. يعني هو قام يسأل سؤالا ويقول: أكل عام؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عام أصبح الحج واجبا كل عام، شق ذلك على الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: طالما سكت خلاص اسكت ولا تستفسروا. فمعناه أنه لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فهذا أمر بالحج، معناه أنه لو حج مرة في العمر يكون قد امتثل للأمر، ثم ما زاد بعد ذلك فيكون مستحب. فهنا يعني الله تعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أمر، فإذا فعل المسلم أنه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه مرة في عمره يكون قد امتثل للقدر الواجب، لأن الأمر يفيد الوحدة، ثم ما زاد من التكرار يكون يعني من باب المندوب والمصلحة. فيقول يعني: وحكي عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في العمر مرة واحدة امتثالا لأمر الآية الكريمة، ثم هي مستحبة في كل حال. وهذا هو الذي نصره القاضي عياض رحمه الله المالكي صاحب كتاب الشفاء في فضائل المصطفى عليه الصلاة والسلام، بعدما حكى الإجماع على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الجملة. يعني قال كل الأمة يعني أجمعوا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إجمالا، لكن تفصيل ذلك هل مرة في العمر أو مرة كل مجلس أو كل ما ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام وفي الصلاة وخارج الصلاة وكذا. قال: وقد حكى الطبري أن محمل الآية على الندب وادعى فيه الإجماع
قال ولعله فيما زاد على المرة، والواجب منه مرة كالشهادة له بالنبوة، وما زاد على ذلك فمندوب مرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله. قاضي عياض رحمه الله يقول الإمام الطبري قال أجمعوا على أن الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه على سبيل الوجوب، ثم قال الإمام الطبري قال أجمعوا على أنه مندوب، فهو وفق يعني قال الذي قال أجمعوا على الندب يقصد فيما زاد على القدر الواجب يعني، أو فيما زاد على مرة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وهذا قال قلت وهذا قول غريب، فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة، فمنها ما هو واجب ومنها فمنها واجب ومنها مستحب على ما نبينه، فمنه بعد النداء للصلاة، ثم ذكر الحديث الوارد في ذلك، وبدأ يعني في تفصيل المواضع المخصصة التي ورد فيها أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المواضع خاصة، كبعد الأذان وكذلك في أثناء الصلاة في الصلاة الإبراهيمية، وكذلك في صلاة الجنازة وفي ختام الدعاء إلى غير ذلك. فإن شاء الله ممكن نتعرف الدرس القادم إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم، نقفنا إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.